الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحصة التي هي عبارة عن أنشطة للدعم العام موجهة لتلامذة القسم السادس ابتدائي في مكون اللغة العربية، الوحدة الثامنة في مجال الصحة والتغذية والرياضة والأسفار. هذه الأنشطة هي عبارة عن نص للشكل مرفق بمجموعة من التمارين الخاصة بأسئلة الفهم والتراكيب والصرف والتحويل. إلينا النص ومسجل عندنا هنا على الشاشة، المرجو قراءته قراءة متأنية لفهم المعاني وضبطها لكي يسهل علينا إنجاز التمارين. وفيما يتعلق بأسئلة الفهم سنوضح ما يجب توضيحه، وقبل ذلك أريد الإشارة إلى أن هذا النص مسجل على كراسة التلميذ في رحاب اللغة العربية تحت عنوان قيمة الغذاء عند الرياضي، وأشير إلى أنه تم إدخال بعض التعديلات على التمارين لتكون مناسبة لما نرجوه من الدعم. نبدأ بالسؤال الأول للشرح. لدينا كلمتان مطلوبتان للشرح عندنا هنا موجودتان في النص، وأحب أن أنبهكم أعزائي التلاميذ إلى مسألة مهمة في الشرح، وهي أنه عندما نستعمل المعجم لابد أن نبحث عن المصطلحات التي تناسب المعنى المطلوب في النص، أي أنه إذا قمنا بحذف كلمة مطلوبة للشرح وعوضناها بكلمة مرادفة لها يبقى لنا نفس المعنى في الجملة. قد نجد مجموعة من الشروحات، وهذا هو المطلوب منا، هو أن نميز بين المطلوب عندنا من هذه الشروحات ما يناسب النص. التمرين الثاني هو عبارة عن البحث عن ضد للكلمات التالية. لدينا كلمة الاعتناء، وهناك مقترحات للضد المناسب. لدينا كلمة الإهمال والاهتمام والتقليل. نضع علامة أمام الكلمة المناسبة لضد الاعتناء، وأيضا نفس الشيء بالنسبة لكلمة احتواء. السؤال الثالث يقصد به تبيين أو بيان نوعية النص. تعرفنا على مجموعة من النصوص القرائية وعن أنواعها، فنوعية النص يقصد بها إما أن يكون عبارة عن مقالة، والمقالة أيضا فيها أنواع سبقنا التعرف عليها، أو خطبة أو مسرحية مثلا أو رسالة. المهم أن نقرأ النص جيدا ونتمعن كلماته لنتعرف نوعيته، ثم بعد ذلك أعطي فكرة عامة للنص. الفكرة العامة هي فكرة شاملة للنقط الأساسية التي يعالجها النص. أبدأها دائما بمصدر وأجمع فيها النقطة الأساسية التي يعالجها النص، ثم أستخلص بعد ذلك القيمة التي يتضمنها النص. والقيمة هي مفرد لجمع قيم، والمعروف أن من القيم في الشروحات السابقة، والمقصود بها هو الأخلاق والسلوكيات التي يدعونا النص إليها ضمنيا ويجب أن نلتزم بها. هذا فيما يتعلق بالنص.
أرجو أن تقرأ النص جيدا للإجابة عليه. لدينا سؤال للفهم، لماذا يهتم الرياضي بالغذاء؟ دائما يكون عندنا سؤال للفهم متعلق بالنص يجب الإجابة عليه، وبعد ذلك سؤال متعلق بالأساليب، مثلا أنسج على غرار أو أستخرج أسلوبا معينا من النص. وهنا لدينا نموذج لسؤال هو عبارة عن أستخرج من النص جملة تتضمن أسلوب التوكيد، أي أقرأ النص جيدا وأبحث عن الكلمة التي تعبر عن التوكيد، أقرأ الجملة من بدايتها إلى نهايتها وأحدد هذه الجملة بكتابتها تحت السؤال. بعد ذلك يأتي سؤال الشكل. المطلوب منا في السؤال هو أن نشكل الفقرة الثانية من النص من فمن الضروري، فمن الضروري إلى آخر النص، يشكل شكلا تاما. وفيما يتعلق بالتراكيب، السؤال الأول دائما متعلق بالنص، والمطلوب هو أن نستخرج من النص الجمل المتضمنة لما يلي. لدينا مجموعة من الظواهر التركيبية سبق التعرف عليها في دروسنا في القسم، وهي أن نستخرج ناسخا فعليا، مفعولا لأجله، ونعتا حقيقيا. السؤال الثاني يطلب منا تصنيف الأفعال التالية إلى لازم ومتعد. لدينا الفعل تعلم، بعده انكسر، هاجر، وقف. هذه الأفعال منها ما هو لازم ومنها ما هو متعد. لكي نجيب على هذا السؤال لابد من تذكر القاعدة، أن نتذكر تعريف الفعل اللازم، ما هو الفعل اللازم وما هو الفعل المتعدي. القاعدة تقول أن الفعل اللازم هو الذي يقتصر على الفاعل، الفعل والفاعل، ويكون الكلام تام المعنى، بينما الفعل المتعدي فيحتاج إلى فعل وفاعل ومفعول به واحد أو اثنين أو أكثر. نتعرف نوعية هذه الأفعال وأصنفها بكتابة الجواب أمامها إذا كان الفعل لازما أو متعديا. التمرين الثالث يقصد به إعراب كلمات حسب موقعها في النص. هذه الكلمات تقع في النص الذي سبق أن تعرفنا عليه في هذه الحصة. يجب أن نبحث عن هذه الكلمات وموقعها في الجملة ثم نقوم بإعرابها. وأذكركم بأن الإعراب لا يكون للكلمة مستقلا، بل يجب أن أعرب الجملة من بدايتها حتى أتمكن من إعرابها إعرابا صحيحا. لدينا كلمة الرياضية، السعرات، كله. وأخيرا في محور التراكيب، ارتأيت أن أضع لكم هذا السؤال إضافة إلى هذه التمارين الأخرى المتعلقة بالنص، ويطلب فيه تركيب جمل من إنشائنا تتضمن الظواهر التالية. إذن السؤال: أركب جملا من إنشائي تتضمن الظواهر التالية. الظاهرة الأولى هي بدل الاشتمال. يجب أن نعود دائما إلى الدرس ونراجعه ونتذكر القاعدة
لنركب الجمل تركيبا صحيحا. بدل الاشتمال هو من التوابع التي تعرفنا عليها، وهي النعت والبدل والتوكيد والعطف. هذه التوابع تتبع ما قبلها في الحركة الإعرابية. نركب جملة تتضمن بدل اشتمال، وجملة أخرى تتركب عفوا تتضمن تمييز العدد، ثم بعد ذلك جملة أخرى تتضمن مستثنى بإلا، وأخيرا نركب جملة تتضمن منادى مضافا. دائما نعود إلى الدرس على الدفتر أو على الكراسة، نراجع القاعدة والأمثلة المسجلة على الدفاتر ليسهل علينا تركيب هذه الجمل. هذا فيما يتعلق بالتراكيب. ننتقل إلى الصرف والتحويل. السؤال الأول: أبحث في النص عن جملة تتضمن اسم تفضيل. هذه الأسئلة المتعلقة بالنص يتطلب منا قراءة النص بتركيز كي نبحث عن هذه الجمل، وكي نجيب عن الأسئلة بشكل جيد. ما أريد توضيحه في هذا السؤال هو طريقة فهم السؤال. عندما أجد مثلا كما جاء عندنا هنا في المثال: أبحث في النص عن جملة، جملة يعني لدينا كلمة مفردة، جملة يعني يقصد بها جملة واحدة. ولكن إذا وجدت مثلا تعبيرات أخرى في السؤال، عندما أقول جملة هي واضحة في المفرد يعني جملة واحدة، أو جملتين يعني هنا المثنى أيضا الأمر واضح وسهل. لكن يختلط على التلاميذ أحيانا عندما نجد فوق الجملتين، مثلا جملا عندما تكون نكرة، أو الجملة معرفة. عندما أجد كلمة الجملة في السؤال يتضح لي أنه يجب علي أن أستخرج جميع الجمل الموجودة في النص والتي تتضمن مثلا اسم تفضيل. ولكن إن وجدت كلمة جملا في النص نكرة في السؤال، فهنا يطلب مني 3 جمل أو أكثر حسب ما تمكنت من استخراجه من النص. أقول هذا لأوضح للتلاميذ كيفية التعامل مع الأسئلة التي تكون بهذا النوع. وهنا يطلب منا فقط جملة واحدة: أبحث في النص عن جملة تتضمن اسم تفضيل، يعني سأستخرج جملة واحدة فقط. السؤال الثاني متعلق أيضا بالنص: أستخرج من النص فعلا صحيحا وآخر معتلا وأبين نوعهما. يعني فعلا الآن أيضا عندنا المفرد فعلا صحيحا، يجب أن أنتبه إلى نوع الفعل، وآخر معتلا وأبين نوعهما. السؤال بسيط جدا ومتعلق أيضا بالعودة إلى النص. وفي إطار النص دائما نستخرج منه المصادر الواردة فيه ونبين أفعالها. ما هو المصدر؟ ماذا يقصد بالمصدر؟ يخلط على التلاميذ الأسماء، المصادر وأسماء الفاعل وأسماء المفعول والأسماء المبنية والمعربة. ما يقصد به في مفهوم المصدر، وهو أن نعود إلى التعبير الذي تم التعرف عليه في الدرس، المصدر هو اسم منصوب مشتق من فعل.
له وزن يختلف عن وزن اسم الفاعل إذا كان ثلاثيا، ولكنه يبقى متشابها مع الفعل مع اسم المفعول المصاغ من الفعل غير الثلاثي في الوزن. وهنا نبحث في النص عن المصادر الموجودة فيه ونبين الأفعال التي اشتقت منها. إلى هنا تنتهي أسئلتنا لهذه الحصة في الشكل والتطبيقات. أترككم أعزائي التلاميذ فترة لإنجاز هذه التمارين على دفاتر الدعم. المرجو أن تركزوا جيدا أثناء إنجازها للاستفادة مما جاء فيها، وسأوافيكم بالتصحيح بعد قليل إن شاء الله.